العاطفة لما يبقى فيه عاطفة وحب زي ما بيقولوا مراية الحب عامية، ممكن يكون فيه سلبيات كتير أنا مش واخدة بالي منها في الأول علشان الحب والانفعال والعاطفة كبيرة جدا. فطبعا لازم يكون في توازن، مش بقول إن احنا نتجوز حد ما بنحبوش، لا، وجواز الصالونات ما فيهوش تنازلات، وجواز الصالونات وبيبقى بعقلنا أكتر، لأن مثلا اللي موفق لك الجواز ده عارف أنت مستواكي إيه وهو مستواه إيه، التعليمي، نقطة مهمة جدا، فبتتجنبي نص المشاكل. صح. عارفة بقى اللي حضرتك بتقول اعمل لها ريفريم، التكافؤ ده رقم واحد. مع ان دلوقتي الشباب لو بيسمعونا، انتوا عايشين في انهي زمن؟ انا لو امي جابت لي عريس هقول لها لا، وامي لو جابت لي عروسه هقول لها لا. ندي فرصه، بالعكس ده هو لما بيكون داخل عن طريق وسطاء بيبقى داخل محترم البيت ومحترم الاسره وداخل على حسن نيه على فكره، مش داخل ان هو يلعب. ولازم ننتبه برده نقطه كويسه علشان برده بتعمل خلافات في اول سنه جواز، هي ان احنا نتجاهل التكافؤ، نقول مش مشكله فرق التعليم، مش مشكله فرق الماديات، الحب مرايته عاميه، لا ما ينفعش، لازم نكون معتدلين، ولازم يكون في تقارب. مش لازم تطابق، مش لازم الاثنين في نفس المهنه، نفس الاثنين نفس الكليه، الاثنين نفس العمر، لا. طب بمناسبه العمر بقى، ايوه، يعني بيقولوا دايما ان الراجل لازم يبقى اكبر من الست بشويه. أيوة. علشان الجواز ينجح، هل الحكايه دي حقيقيه؟ لان انا شفت كمان في شباب قد بعض وبيبقوا ناجحين، وفي كمان بتبقى البنت اكبر من الولد وبرده بيبقوا ناجحين، هل ده معيار وهل ده تفضيل ولا ملهوش اي موقع في الجواز؟ يعني على حسب شخصيتهم هما الاثنين، بس الفكره مش في فرق السن قد ما اللي بيترتب على فرق السن، يعني لو هي اكبر منه بكتير. مش عشان كده بقى، هو بيقول لك لازم عقله يبقى اكبر من عقلها عشان يمتص. أيوة. غضبها، هل ده واقعي؟ بس مش اكبر قوي يعني، بس مش اكبر 10 سنين مثلا و15 سنه، يعني حاول ما نبعدش، لان احنا دلوقتي ممكن نكون الفرق باين بسيط، بعد 20 سنه هيبان الفرق قوي. هيبقى هو هي عندها طاقه وحيويه عايزه تخرج تتفسح، هو حابب الاستقرار اكتر، فالتكافؤ والتقارب نوعا ما، وفي نفس الوقت ما يبقوش الاثنين في نفس العمر على فكره، ما يبقوش طالعين سنه من ثانوي للكليه برده في نفس الوقت، لازم يكون في فرق معقول سنتين ثلاثه اربعه خمسه. وبرده النضج والشخصيه بتبان، لكن ان هي برده تكون اكبر بفرق كبير ده بيعمل برده مشكله، غيره طبعا. بقى زياده من طرفها، فمشكلات ثانيه بتترتب على فرق السن، مش المشكله بالظبط فرق السن، لانه يعني ممكن يكون في فرق سن، بس هي شكلها جميله وكيوت وعسوله وعقله وهاديه، مش كبير. ايوه. طيب في نقطه ان يعني ما بقاش زي زمان قوي حكايه بيت العيله، لكن نظرا للحاله الاقتصاديه في ناس بتتجوز عند اهلها. صح. وبيبقى بيت العيله على قد ما هو بيبقى مبهج في الاول وبيشيل مسؤوليات. صح. من على كتاف العريس والعروسه شويه، إلا أنه برضو بيبقى أحيانا سبب في فشل الجواز، وخصوصا سنة أولى جواز. صح. ده ليه بيحصل لي بقى؟ أنا عايزة أوضح وأخلي كلامنا للبنات أكتر. البنات بتدخل داخل البيت، طبعا كل بيت وكل أسرة ليها عاداتها وليها تقاليدها وليها طريقتها وليها طبعها وليها روتينها، ما ينفعش أنا أدخل في بيت جديد وأبقى أنا ناوية اللي أنا أغيره، ما ينفعش، دي غلط كبير البنات بتقع فيه، تقول لك لا أنا ما بعملش كده في بيت بابا، لا أنا ما كنتش متعودة على كده، لا إحنا مرتضين من أول عن إحنا هنتجوز في بيت عيلة في فترة الخطوبة، نجرب نعمل زيارات، نعرف طبع البيت ده ايه، البيت ده مثلا عنده روتين ان احنا بنتجمع كل يوم جمعه لازم كلنا في بيت ماما. خلاص اعرفي ان انت هتبقي على طبعهم، الطبع ده يناسبك يناسبك، مش يناسبك قولي من الاول مش مناسب، لكن ما ينفعش تقولي ايه يبقى البيت كله متجمع او البيت كله يتغير عشانك. مش هيحصل، هم اللي هيغيروه وهم اللي هيضايقوه ويفضلوا يضغطوا عليه، فانا داخله في بيت جديد انا اللي اتطبع بطبعهم على فكره، لو طبعهم مش مناسبني اقول الوضع مش مناسب.